ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يا ترى لو أننا سألنا مسلما عاديا من عوام المسلمين اليوم كيف يمكن أن يدار الاختلاف مع الآخر الملي بالذات، مع الآخر الملي المخالف في العقيدة والدين، في العقيدة والدين، أغلب الظن وأرجحه أنه يظن أن هذا الاختلاف لابد أن يدار على النحو الذي يدار عليه الآن، والذي يباركه جماعة ليس بالقليلين من علماء الدين ودعاته ومشائخه، طريقة المنابذة، طريقة التشهير، طريقة التكفير، طريقة الإقصاء أيها الإخوة، وأيضاً طريقة الهجر، إنه نوع من العزلة الأدبية والمعنوية، ربما تحت شعار لكم دينكم ولي دين، لا علاقة لنا بهم، لا علاقة لنا بهم، وإن ذكرناهم ذكرناهم على نحو ما نعتنا أو وصفنا. يبقى التاريخ إخواني وأخواتي أستاذاً في تعليم الإمكانات المفتوحة أو الإمكانات المجهولة. قراءة عاجلة لتاريخنا يضح منها ويتبين أن هذا النحو لم يكن هو دائماً النحو المصطنع والمطروق في التعامل مع الآخر، لم يكن، بالعكس في معظم تاريخنا كنا نتعاطى وفق صيغ أكثر مرونة واتساعاً مع الآخر على اختلاف أيضاً تصنيفات هذا الآخر. لكن يبدو أن وعينا بالتاريخ مضمحل أو فقير أجدب أيها الإخوة، فقير أجدب أو مجدب. التاريخ إذن هو أستاذ في تعليم المقارنة، لأن إتاحة صور الإمكانات المتعددة تعطي إمكانية للمقارنة، والمقارنة هي لعبة الفكر الأصيلة، جوهر الفكر، كما نقلنا غير مرة عن العالم الفيزيائي الكبير ألبرت أينشتاين، قال العلم، هو تحدث عن العلم خاصة، العلم لعبة مقارنة. نحن نقول الفكر عموماً لعبة مقارنة، الفكر لعبة مقارنة.